عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. تواصل مستمر انطلاقاتنا مستمرة بأرضية هذا الميدان من خلال هذا الانطلاق والإبداع الذي يظهر بوجود النوعيات القوية والمنافسة المثيرة التي تبدأ منذ بداية الانطلاقة حتى خط النهاية. أعلنت على بركة الله انطلاقة الشوط الرابع الخاص مشاهدين الأعزاء بالقعدان، مقدمة الشوط شاهين عتيق بن محمد المهيري ياتي على مقدمة هذا الشوط، المركز الثاني شاهين منصور بن محمد بن سالم النعيمي أحد القعدان التي حازت على الناموس سابقا في أرضية هذا الميدان، بينما المركز الثالث فيتواجد كذلك مشاهدين الأعزاء صايب صالب بن أحمد بوقبي المزروعي بن حمودة يتقدم من المراكز الخلفية بشعاره صاحب التوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم، ولكن المهيري ياتي بنوعياته النادرة بنوعياته التي تنطلق مع الإبداع. عتيق بن محمد المهيري يتقدم على الصدارة، بوقبي على المركز الثاني، منصور بن محمد بن سالم النعيمي على المركز الثالث. المنافسة القوية في أشواط القعدان، قوة واندفاع القعدان في أرضية هذا الميدان، القيادة شاهين، شاهين على الصدارة، بو محمد يقود المسار، بو محمد ينطلق أيضا ليبهر الجميع من خلال انطلاقة شاهين. بوقبي قادم بخطر كبير لانتزاع ناموس هذا الشوط مع وجود أيضا شعار سالم بن أحمد بن سالم بوقبي المزروعي وهو صايب صايب صايب، علو عسى يكون مثل صايب كما صاب الناموس سابقا، كما صاب الناموس سابقا في أرضية هذا الميدان. انطلق على المركز الأول، انطلق على الصدارة سالم بن أحمد بن سالم بوقبي المزروعي يبدع بانطلاقة صايب على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول. المركز الثاني لعتيق بن محمد المهيري، ثالثا لمنصور بن محمد بن سالم النعيمي. كانت هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت 2:12 ثانية. تهانينا والناموس.